بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عافانا الله وإياكم عن الشرك الأكبر والأصغر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حاضر بس الله تعالى بزنا بز صحصون شون وكتشك شرك تغرلق سزليمس. عندنا المحرمات على درجات أربعة. بزنا دنمزدا الله حرام قلقان نسلة تد درجة بلندو. صغائر. Birincisi küçük günah var. A'la şey ve şirk el akbar. Hem aşılanın en üstün rengi boğunu çok şirik. La bud en nebta'id an hâzihi arba. Muşu tört nesillerinin hem mesleden biz jırak duruşumuz gerek. Ahtar mâkûn hu şirk el akbar. Muşu nesilinin en khaterliği hem şunakla hem nesilinin en khaterliği çok şirik. Muhbit li kullil a'mal. Emellerinin hem mesini yok çıkırdı. Men mâti aleyh nesil afesselam hu khalid mukhalled khulud abedi finnâh. Kim şirkinin üstüde yani çok şirkinin üstüde ölüp kalsa dozaqda mango kilib qaldı. La yaghfir Allah subhanahu wa ta'ala idha mat alayh. Allah ta'ala onda kishiga faqat mag'firat qilmaydi. Lekin yubadir ila at-tawba yatubu yaghfir Allah subhanahu wa ta'ala. Lekin agar adam hayot vaqtida tawba qilib Allah ta'ala qaytsa Allah ta'ala uni kechirdi. Min amthilat ash-shirk al-akbar. Chun shirkning qandoq misollari bor? Ibadat ghayr Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala'dan başqa ghayriga ibadat qilmoq. Ibadat al-malaika alayhimus salam. Masalan, farishtalarga ibadat qilmoq. Ibadat al-anbiya wa rusul alayhimus salatu was salam. Yoki payg'ambarlarga, Allohning elchilariga ibadat qilmoq. Ibadat al-jin. Yoki jinlarga ibadat qilmoq. Az-zabh li ashab al-qubur masalan. Yoki o'liklarni deb qurbonlik qilmoq. At-tawaf hawla al-qubur. Qabrlarni tawaf qilmoq. Du'a ghayra Allah fi ma la yaqdir alayhi illa Allah. Allah Taala'dan başka hiç kimin kudreti yetmeyen işlerini Allah Taala'dan başkalarından sormak. El khauf min gayrillah kel khauf min Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Taala'dan gayrilerini Allah Taala'nın korkandan korkmak. İ'tikad en ahad gayra Allah bi yedi celb el menafi' ve def' el madar. Allah Taala'nın başka birisinin koluda ziyan etküzüş ya ki payda bir iş ba'dep itikad kılmak ya ki oylamak. Na'am, eş-şirk el-asghar. Hem de çok küçük şirik. Na'am. الشرك الأصغر هو أصغر من الأكبر. كيشك شريك دينمز شون شريكتن أصدى بولدغني يعني أنندم كيشك بولدغني وأعلى من الكبائر لكن شون قنالدن üstün turdu. لابد أن نبتعد عن أنندم بس جراح turuşmuz gerek. لأن الأصغر يؤدي إلى الأكبر. Çünkü eğer adam küçük şirke düşüp kalsa çok şirke mi kırıp gitmiş mümkün. من الأمثلة عليه. Onun misallarından. الحلف بغير الله. Allah'dan başka birisi bilen kasem içmek. الرياء أن يعمل العمل حتى يمدح من الناس يعبد الله سبحانه وتعالى بالعبادة مدح الناس. بعض بر أعمالنا كوس كوس قمق يعني الله تعالى من باش قبر يعني بعض بر أدمنا من مختم دكين دب بعض بر عبادة لنا قمق. قول ما شاء الله و وشئت. شنو دخل الله وسن خالدان دب دمك. نعم. يجعل ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب يعني مثلا علق رأس الثور عن الذئاب وقل ان الله سبحانه جعلها اسبابا لدفع العين. هم شنو اخلاق كيشيك شريك لان مرسي الله سبب قل مغان الناس سبب دبي سبلمك مثلا بس برا ادم لا قالهم بشني اسم قوي مش ناس من الصخلان لكن دب اولادو لان بعض الناس يجعل على البيت راس ثور بس برا ادم لا شو يدري قالهم بشني اسم قوي دو او اسد ياكي شرنون بشني او حوت ياكي بلخني او كف ياكي قولني او حافر الفرس ياكي أطن تويغني أو هذه إطارات السيارات ياكي ماشنن شاقلرني أو عين ياكي كوزني أو نعل قديمة ياكي كونابر كونابر أياخني أو بعض الخرق خاصة السوداء أو بعض الأشجار ياكي بعض بالرخلاني خصوصا مثلا قرخلاني ياكي بعض بالديركلاني أو بعض الأشياء تؤخذ من البحر ياكي مثلا دينزن إلندغان بعض بالناسلاني يضعها ويقول هذه جعلها الله سبحانه وتعالى اسبابا لدفع عين هذا الشرك الاصغر مثلا اشنق ناس لنا اوجي قويوب مش ناس لنا الله تعالى مني مش ناس لنا الله تعالى يمان لقلاتن سخلايدغان سبب قلدي دب دسا مش شرك اصغر يعني كيشك شرك بولوب يسابلوند من يحمينا كم بزن سخلايدو الله سبحانه وتعالى ماذا نتعلق بهذه الاشياء الله تعالى بزن سخلايدو امسا نيمي اوچون بو ناس لبلن özümüzنا باغلايمز هذا التعليق كله محرم لا يمكن ان نضع على السيارات على البيوت على الاولاد شيئا من هذه الاشياء مشناق نسانين ايش مشناق نسانين ايش قويشنن هممسي حرام بولمايدو جائز امس نعم ايضا الكبائر همشناقلا چون گناوان عندنا صغائر واعلى من الصغائر الكبائر
Bizde küçük günahlar var, hem şunlarla çok günahlar var. Az-zina, akle riba mesela. Mesela zina kılmak, ya ki cezanı üsüm yemek. Al-gıyba, al-namime. Gıybet kılmak, ya ki gep toşumak. Naam. فلا بد ان نبتعد عن هذه الاربع لان الصغائر تؤدي للكبائر والكبائر تؤدي للاصغر والاصغر تؤدي للاكبر نسال الله عافيه السلامه شنو үчүн биз мушу төрт нерседен сакланышыбыз керек чүнки эгер адам кичи гуналарга түшүп калса чоң гуналарга өткүлүш мүмкүн чоң гуналардан кичи ширкке өткүлүш мүмкүн кичи ширктен чоң ширкке өткүлүш мүмкүн алла бизди өзү мушу нерседен сакласын والله اعلم الله اعلم الله يخبرك شنو